الصباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، في آخر فقراتنا في حلقتنا النهاردة الاستثنائية اللي بتحمل عنوان بداية جديدة بنودع فيها 2022 وبنستقبل 2023. وإحنا بنستقبل 2023 يعني أسئلة كتير بتدور في فلك كل يعني مواطن، إزاي هيبدأ السنة الجديدة بدون أي ضغوط، إزاي هتبتدي حياة مترتبة ومنظمة عنده، وإزاي تحديدا هيقدر يحدد أولوياته في السنة الجديدة. شبابنا وإخواتنا اللي عندهم طموح وبيدوروا على فرصة عمل يعني تكون مناسبة ليهم، يدوروا عليها إزاي ويدوروا عليها فين وإزاي يطوروا من خبراتهم، أسئلة كتيرة هنجاوب عليها في فقرتنا الخاصة الآن مع ضيفتنا أميرة السيد خبيرة التنمية البشرية. صباح الخير يا أميرة. صباح النور. يعني أستاذة أميرة نبدأ إزاي؟ نبدأ السنة الجديدة أولا طبعا كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا ويبقى فيها كل حاجة احنا بنتمناها تتحقق إن شاء الله. أول حاجة احنا لازم نكون نحب نفسنا أو نشكر نفسنا على الإنجازات اللي حققناها في 2022. فمحدش فينا بيتولد معاه كتالوج يتعامل إزاي مع الضغوطات النفسية أو حتى بيعرف نفسه ازاي يعني. صحيح. فطبعا ده بيبقى تحدي كبير قوي ان انا اصلا ابقى عارف نفسي وعارف مهاراتي كويس جدا وعارف اصلا انا بفرح ازاي او نفسي دي بترتاح ازاي. فاول حاجه احب نفسك واشكرها جدا ان هي قدرت تكمل معاك السنين اللي فاتت دي ومكمله، يعني احنا الحمد لله عدينا السنين اللي فاتت ومكملين. الناس تحملتني اصلا. بالظبط كده. فاول حاجه هنقول حب نفسك وحب ذاتك وتعرف عليها كمان، يعني في طاقات كتيره جدا جوانا احنا ما بنبقاش لسه عارفينها. فيعني بنقول لبعض يعني انه في ترند كده طالع لو تحب تشكر مين السنه اللي فاتت، انا بحب اشكر نفسي جدا انها مكمله معايا. فدي اول حاجه. تاني حاجه تقبل الضغوط، احنا شايفين ان احنا طبعا الفتره دي في ضغوط جامده جدا، ومش هقول يعني ان دي اخر الدنيا او اخر الحياه، بالعكس ممكن تكون فتره وان شاء الله هتعدي وهنقدر ان احنا نخوض اللي بعد كده بسلام. صحيح. يعني فتاني حاجة احنا لازم نتقبل الضغوط النفسية دي او نتقبل الاحزان اللي احنا مرينا بيها ونتعامل معها بشكل صحيح. فانت تقدر تتغلب على احزانك ازاي دي او الضغوط النفسية دي ازاي، طلعها بشكل فني، يعني مثلا ارسم، بتحب ترسم، اغني، اخرج، اعزف، روح ورش لو انت مثلا عايز تطور من المهارة دي، روح وركشوبس يعني او ورش تمثيل او whatever انت بتحب ايه، فيمكن يطلع من الحزن والطاقة دي كلها ابداع. يعني ما احنا شفنا مبدعين كتير طلعوا من جوه الحزن يعني. وتالت حاجة ممكن نقول عليها ان احنا نبدأ بيها السنة الجديدة ان احنا نبتدي نخطط لأولوياتنا، احنا عايزين نوصل لإيه وإيه الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. طبعا ده هيبدأ بعد ما نتخلص من الطاقة السلبية خالص والأشخاص السلبيين. الأشخاص السلبيين في حياتنا ممكن يكونوا بيشكلوا تقريبا 90% من ردود فعلنا تجاه المواقف يعني. صحيح. طيب يعني هتوقف معك يا أميرة عند موضوع الطاقة السلبية والناس السلبيين ده، وإحنا بنقول للناس تخلصوا من الطاقة السلبية والناس السلبيين إزاي؟ بصي اول حاجه مثلا هقول لك على موقف واجهني. يعني اول حاجه مثلا كنت بغير من شغل لشغل، فطبعا اي حد بتروحي بتلاقي ناس دايره تقول انت ايه اللي جابك هنا، ده انت هتشوف حاجات صعبه جدا، ده انت جاي اصلا جاي لك من المستقبل، انا جاي لك من المستقبل وبقول لك حصل لي كده. او مثلا ناس اشتغلت بقالها سنين كتيره وبتكلم حد مثلا في الجامعه لسه ما اتخرجش، فبقول له اهو ده مستقبلك اهو عندي، ده انا بقالي بشتغل 10 سنين او كده. طيب انا لما هسمع الكلام ده هيوجهني في حته مثلا او هستفيد منه حاجه؟ لا طبعا. فنعمل ايه؟ نعمل سايلنت بقى. لما بنعمل سايلنت كده للموبايل او للتلفزيون او واتيفر، نعمل سايلنت عن الافكار دي او عن الناس دي اصلا، واخلي الكلام يدخل من ودني ويطلع من خلاص. أنا مش هيفيدني بحاجه بجد يعني. طول ما انا مركز على حاجات الناس التانية او اقوال الناس التانية انا مش هطلع في حته او مش هتقدم لقدام. دايما لما اكون بركز على نفسي وبركز على البوينتس اللي انا حاططها لنفسي، اهدافي اللي انا ماشي عليها عشان احقق اللي انا عايزه لنفسي بدون النظر بقى او الرجوع لاي حد تاني. هاخد من الناس حاجات تفيدني بس اخد برضو ما اخدش برضو من الناس الحاجات اللي مش هتفيدني. يا اميره اعتقد انه المكان اللي انت بتبقى روحته ده بتبقى مكان انت اصلا حاطه في وقت من الاوقات كنت حاطه كهدف ليك، دي حاجه. تاني حاجه ممكن نسال الناس دي، اصل في ناس بتعمل كده كتير، انت ايه اللي جابك هنا؟ يا جاي لك من المستقبل وبقول لك احنا من هنا ما بنعملش حاجه، او ان المكان او الوظيفه دي مش احسن حاجه، او حتى مثلا حد متجوز يسمع ان حد خطب مثلا
انا جاي من المستقبل وبقول لك طب اولا طب ما انتوا اولا انت شغال في الشركه دي ما مشيتش ليه؟ ما انا هي بالنسبه لك مضايقاك قوي كده. لو علاقه او طب ما انت مكمل فيها، فبما انك مكمل فيها اكيد في مزايا. بالظبط اكيد. وبعدين مش كل الناس مش يعني انا مش لازم اعيش حياتك بنفس ستابس اللي انت مشيتها تورز الحاجات دي. انا ليا حياتي بطريقتي باسلوبي باسلوب تفكيري، وانت ليك طريقتك برضو واسلوب تفكيرك. فاول حاجه احنا ما نسمعش اصلا للطاقات السلبيه دي. لو شخص حقيقي موجود في حياتك يعني ابعد عنه، ابعد عنه دلوقتي. يعني خليني اسالك، يعني هل الغالبيه العظمى او السواد الاعظم من المصريين في بدايه السنه الجديده بنكتب ورقه كده تو ليست نحط فيها انا محتاج ايه السنه دي وهحقق ايه في السنه دي؟ ودايما ما فيش احسن من حلاوه البدايات. بنبدا بطاقه كبيره جدا تجاه اهدافنا، لكن للاسف الشهر الثاني خلاص بقى بتبقى في طي النسيان او الاهمال. ازاي اقدر ان انا اروح اتجاه هدفي وما فيش اي عوامل تاثر على او عوامل تشتيت تاثر على الوصول للهدف ده؟ حلو قوي. اهم حاجه انت قلت في الاول ايه؟ احدد هدفي قبل الاولويات. يعني انا احدد هدفي، هدفي ده هو ده الأولوية الأولى مثلا في حياتي. طبعا في حاجات تانية بتعطلني، يعني مثلا لو أنا طالب جامعة هدفي السنة دي أن أنا أتخرج بتقدير معين وحطه كده قدامي، أنا عايز أجيب تقدير السنة دي، ده آخر سنة ليا. طيب هعمل إيه؟ أول حاجة هعمل ديوتيز بتاعتي كلها، واجباتي، هحضر كل المحاضرات، أكتب كده قدامي، أسردها. يعني أنا عايز أحقق الهدف ده، أطلع كل الحاجات، يعني أحاول أن أنا أكسر الأفكار الكبيرة لخطوات صغيرة. فهكتب واحد احضر كل المحاضرات، اتنين اقرا في المجال ده اكتر عشان اوسع مداركي اوسع الافق بتاعي، ثلاثة طب لو حاجه دخلت عطلتني او حاجه، اكيد انا مش قاعد طول النهار والليل ادرس، حاجه عطلتني اديها رقم. فبالتالي دايما هيبقى انا حاطط في دماغي ده نمبر 1، فحاجه ده هتيجي بعديه، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4، أيوة الحاجه اللي جايه التاسك دي او المهمه دي جايه لي دلوقتي هديها رقم. فبالتالي في تو دو ليست بتاعتي دايما في ارقام، الرقم 1، رقم 2، رقم 3، اي حاجه بقى تيجي في النص هديها رقم وهاجي لها بعد كده، مش هقول ان انا هعطلها شويه، لا هاجي لها بعد كده. فدايما لازم نتعامل مع الحاجات دي ان انا لا ما ابصش للحاجه دي هتقفل، يعني هبص لها كده ده لسه بدري قوي، ده لسه المشوار طويل. انا هسالك حاجه، انت مع الخطط طويله المدى ولا قصيره المدى؟ بمعنى اعمل خطه كل 3 شهور في السنه واحقق واروح للخطه اللي بعدها، ولا اعمل خطه سنويه انا عاوز اطلع من 2023 برمتها بايه؟ في حاجات وحاجات. يعني انا لو لسه هبدا في الموضوع ده جديده في يعني اخليها شورت تيرم احسن، اخليها قصيره الاجل احسن، اني انا لسه بادئ في الموضوع، انا لسه بسمعكم اهو لاول مره وهعمل اللي انتوا بتقولوا عليه. فهعمل مثلا ان انا عندي انا في اجازه دلوقتي، عندي محاضرات مثلا بعد اسبوعين، فانا هعمل 1 2 3 والجدول ده همشي عليه لمده اسبوعين، هشوف انا هدي لنفسي كم من 10 في اتجاه تحقيق الهدف ده دلوقتي، ونفع خلاص اطوله شويه، نفع اطول اكتر شويه، يعني ازود المده. فانا بدات ب3 شهور، بعد كده هبدا ب6 شهور، بعد كده هبدا بسنه وهكذا. طيب اميره، لو في حد دلوقتي بيسمعنا خارج من 2022 بحمل بقى، سواء او يعني ألم فقد شخص عزيز، ألم فقد وظيفة، إحباط بأي شكل من الأشكال، تقولي له إيه روشتة كده سريعة يدخل بيها 2023؟ بصي، أول حاجة بقولها إنه تقبلها، يعني تقبل الموضوع، خلاص هو حصل، ليك يد فيه مالكش يد فيه، هو كده كده حصل لك، فتقبل ده. في الاول وفي الاخر احنا لما يعني في ناس بتجيلها حاله من الدينايل او الانكار الوضع ودي بتبقى خطيره جدا. لا، انا اول حاجه بقول لك لا، تقبل الفقد ده وتعامل معاه انك يعني ايه، هقول مثلا ربنا على طول يقول لنا وخلقنا الانسان في كبد، هو ما قالكش في حزن، هو قالك في شقاء، فانت هتتعب شويه وبعد كده ان شاء الله ربنا يسر. بالظبط، ان بعد العسر يسر، فبعد شويه الدنيا هتظبط شويه، بعدين احنا اسمنا انسان فبننسى. ففعلا يعني اول حاجه بتبدا صعبه قوي وبعدين بتخف شويه وبعد كده بتخف، فتقبل الحزن ده وارضى بقضاء الله وقدره. وبعدين فكر انت دلوقتي وبعدين يعني الحزن ده هقف كده عند هنا، مين مننا مثلا ما فقدش حد غالي عليه؟ وفعلا احنا بنقوى بالناس اللي حوالينا. صحيح. يعني لما يكون في صحبه حلوه حوالينا او اهل او كده، هم دول اللي بيخرجونا من حياتنا. طب وبعدين؟ طب ما في ناس عايزاني انا اكيد حد مهم في الاشخاص اللي موجودين دلوقتي معايا، خلاص اللي مشي مشي او اللي فقدته فقدته، ما انت مش ضامن يعني انه يمكن خير،
يمكن انت فقدت الوظيفه دي دلوقتي خير. ودايما بقول انه محدش بيسعى وربنا مش بيعوضه حاجه ثانيه. ممكن انا ببقى ماشي في الطريق ده وحاطط اولوياتي من اول السنه انا عايز اوصل للموضوع ده ولقيتها ما اتحققتش، هتلاقي ربنا عوضك في حاجه ثانيه اكيد. تاكيد. فتقبل الموضوع، وبعدين مش هقول لك بقى لا، عشان استعد انه في اكيد حاجات ثانيه، تحديات تانية هتواجهك برضو. هي دي مش نهاية العالم، لا في حزن ولا في فرح. عارفة يا ميرا برضو صححي لي لو أنا غلط، أنا بشوف أنه أحيانا المصيبة أو المشكلة ممكن تحصل واحدة لكل الأشخاص. ردود الأفعال هي اللي بتختلف، نظرة الشخص للموقف هي اللي بتختلف. يعني ممكن حد يكون فقط شخص عزيز عليه، في حد ممكن يحاول يتمسك دايما بإيمانه بربنا وإنه يعني هيحاول إن هو يصبر ويعمل حاجات أكتر توصل أو يعني توصل يدعي مثلا للمتوفي أو في حد تاني يحس إن الدنيا وقفت أو بيبقى مش متقبل الأمر، حد فقد شيء أو وظيفة أو حد يشوف إن هي إن شاء الله بداية جديدة، إن شاء الله ربنا هيعوضني، وحد تاني ممكن يبقى شايف نفس الموقف كارثة ومصيبة. فأعتقد هي نظرتنا للأمور هي فعلا هي الموقف بتفرق. هو الحياة كلها موقف، موقف بتتعامل مع 10% الموقف اللي بيحصل، و90% طريقة تعاملك مع الموقف ده، هل أنت تقبلته إزاي يعني. وطبعا مش هقدر أفصل الحياة عن الحزن أو عن عن التعب أو التشالنجز أو التحديات. أنا زي ما أكون بقول لك مثلا خد شهيق واقفل بقى، ما تطلعش الزفير ده، صعب طبعا. فطول ما احنا عايشين، طول ما هنواجهنا تحديات، محدش ابدا كان يفتكر انه بعد الكورونا مثلا هنقدر ننزل تاني، حاسين ايه ده، محدش ابدا هيفتكر انه ايه ده، احنا حولنا كل حاجه اي ليرنينج او التواصل عن بعد. ان احنا نشتغل عن بعد ونبقى قاعدين في البيت بنشتغل من البيت عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي او البلاتفورمز او المنصات الالكترونيه او كده. بمناسبه التعليم عن بعد تحديدا، لأن الجيل الجديد اللي طالع كله للأسف هو منطوي وعازل نفسه على جهاز الموبايل أو التابلت بتاعه، ويمكن حتى كمان أصدقائه أصبحوا أصدقاء افتراضيين. ممكن يكون ليه صحاب قريبين منه عايشين في بلد تانية أصلا، ومش عاوز يفتح دائرة العلاقات الاجتماعية عنده هنا في بلده أو موطنه الأصلي، مش عاوز يعرف ناس جديدة، قافل على نفسه، مش عاوز يشوف الحياة إلا من سكوب أو منظور محدد بالنسبة له هو التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام. إيه اللي تنصحيهم بيه في بداية 2023؟ بص، احنا المفروض في اختلاف الشخصيات، في شخص منطوي وهو طبعه كده، وفي شخص اجتماعي وهو بيحب العلاقات، واول ما تحطه كده وسط ناس تلاقيه اخذ تأقلم عليهم بسرعه جدا. لا هقدر اجبر ده انه يبقى كده، ولا هقدر اجبر ده انه يبقى كده. بس في ناحيه تانية، انك تبقى شخص اجايل، بقى الترم اللي احنا عمالين نقوله بتوع الاتش ار دلوقتي، خليك مرن. فانت اول حاجه بقولها له اشتغل، حتى لو انت في سن صغير. طبعا السن اللي تقدر فيه تشتغل دلوقتي، ممكن تشتغل من البيت، ممكن تنزل تشتغل. انا بشوف دلوقتي شباب عندهم مثلا 13 سنه و14 سنه في الصيف بينزلوا يشتغلوا تريننج في اماكن، وهم كمان بيبقوا حابين ده. بيبقى مش من غير عائد، بس بياخد خبره ايه، انه بيعمل تواصل مع الناس، بيعرف يظبط وقته، بيبقى عارف ان في الصبح شغل، بالليل اهل وصحاب وهكذا. فاول حاجه بقولها للناس دي، انت انزل اشتغل، الشغل هيخلي يعني دايره معارفك توسع. لا الانطوائيه هتفيد، بالعكس، انت مثلا ممكن دلوقتي اصحاب العمل بيبقوا شايفين الانطوائيين، بيحطوهم في بوزيشنز معينه في بروجرامنج مثلا، قالك ده مش هيشتغل مع ناس، ده منه للكمبيوتر على طول، او مثلا وظايف محدده. وفي ناس تانية اللي هم الاجتماعيين شويه تلاقيهم بيشتغلوا علاقات عامه، سيلز، خدمه عملاء وهكذا. صحيح. ففي جانبين، جانب صاحب العمل هو ممكن يوظف التالنت دي او الموهبه دي في ايه، وممكن حد تاني يبقى شايف ان هو يوظفها ازاي. بس انا بقول للشباب دي، ما تحددش او ما تبصش لمنظورك انت، بص للمنظور الماركت عايز ايه، او السوق العمل عايزه ايه. صحيح. انت عارف مهاراتك، حلو، حددت اولوياتك، جميل، عارف اهدافك هتعمل ايه. بص بقى الماركت او المكان اللي انت عايز تروحه ده بيبص على الناس عامله ازاي. انا مثلا كحد بعين ناس جديده عندي في الشغل، اكيد مش هاخد الناس اللي هي عارفه التكنيكاليتيز بتاعه الشغل او التقنيات بتاعه الشغل، هاخد ناس قادره تتعامل مع الناس اللي حواليها. فهاخد حد جاهز،
فالجاهز ده او اللي قادر يتعامل مع الناس دي اكيد اشتغل قبل كده، اكيد نزل تريننج قبل كده، اكيد خد كورسات قبل كده وهكذا. بشكل عام يعني اللي حاسس نفسه انطوائي او مش عنده خجل ان هو يتعامل مع اللي حواليه ممكن يشتغل على نفسه، لو بطريقه زي ما حضرتك قلتي ان هو ينزل يشتغل او حتى يدور على كورسز او طريقه حد يساعده انه يقدر ينفتح على العالم اللي حواليه. مشكورك جزيل الشكر طبعا دكتوره العزيزه اميره السيد خبير تنميه بشريه، كل سنه وحضرتك طيبه.